والله الامتحان كان كله صعب بس الحمد لله عدى. حتى التاريخ كنت تحس ان هو صعب يعني ده ما يجيش كده. شوف كده شوف كان الصراحه كان تقيل قوي كده. شوف تاريخ ان شاء الله. احلف بالله اقسم بالله الدنيا جايه عليا. محمد علي زنقني هو وعياله بموت. عملت بالكيمياء يا ابني. والله الكيمياء زباله. بص يا جدع انا مش عارف يحل يغمض ويحط ايده على الاجابه اختار على طول. انا امي قالت لي اللي ما تعرفوش ينقل في السؤال كيمياء زباله تقريبا. غير كده اللي هم قالوا لنا اصلا من امبارح ان اللجنه هتبدا الساعه 8 وربع. هتدخلوا المدرسه 8 وربع. اللجنه والله بقى عندي 9 وربع والله. زي الفول دخلت غشيت كل الامتحان. الله يربع. الكاميرا بتصور. يلا بينا يا جدعان الشباب الجامدين موت دول كانوا في امتحان فيزياء. كله فيزياء؟ كله فيزياء. امتحان الفيزياء كان عامل ايه؟ لا كان حلو بجد كان حلو الحمد لله. كان كويس. بتقول حلو بقى كان كل الافكار مثلا كانت تعتبر سهله بس هم 5 اسئله مثلا اللي هم اللي فيهم فكره. يا جدعان معانا طالبه لسه طالعه من الامتحان ما شاء الله تبارك الرحمن ان شاء الله تكون مقفله الامتحان. الامتحان كنت امتحان ايه؟ كان تمام تاريخ. تاريخ؟ الامتحان كان تمام؟ كان تمام. هو ولا امتحان الكيمياء؟ لا ما انا انا ادبي. انت ادبي والله العظيم. طب بقول لك ايه؟ والله انا فيزياء. ده انا والله. والله فيزياء. ده صاحبك صح؟ تاريخ. ازاي بقى بنكمل بقى؟ بنموت. انت عندك السؤال من درجه واحده؟ ده ماشي تسلك فيه سؤال درجتين ما شفتهمش قبل كده. يعني دلوقتي يا جماعه انا عايز افهم حاجه. انت دلوقتي بتقول لي الامتحان كان وسط وحليت منه 10 اسئله مباشر. غير كده اللي هم قالوا لنا اصلا من امبارح ان اللجنه هتبدا الساعه 8 وربع. هتدخلوا المدرسه 8 وربع. اللجنه والله بقى عندي 9 وربع والله. الدنيا زي الفل دخلت غشيت كل الامتحان. الله يربع. الكاميرا بتصور. انت مبروك لما تشوف الفيديو تاني. هو عارف كده كده اللي فيها. الحكه بتقول حلين. الحكه بتقول يا رب يا رب باذن الله يا رب يا ابني ربنا يوفقك ويعمل المراقبين عنك. حاجه دعاء الوالدين. يعني هما بتقول ايه؟ بتقول يا رب يعمل المراقبين عنك. صح بتقول ايه؟ لا يا ربنا يديك تعب ابوك مش تعب انا. اوعى تدعي لك يا ربنا يديك على قد نيتك. لا قلت لا صح ما تدعيش. انت ايه اللي في الامتحان جه صعب؟ يعني ايه اللي في الامتحان؟ والله الامتحان كان كله صعب بس الحمد لله عدى. حتى التاريخ؟ لا الامتحانات اللي فاتت يعني؟ لا كان تمام يعني كله تمام. هو الفرنساوي كان فيه تكات شويه انما التاريخ في تكات كان فيه افكار وكده بس عادي. في الفرنساوي في سؤال كان كله غريب اصلا. كله غريب ليه بقى؟ والله ما احنا مش عارفين احنا اللي حاطين. ما كنتش تحسيه فرنساوي؟ انا اول مره امتحن فرنساوي تقريبا. تحسيه اسباني تقريبا. قلب على اسباني بموت. ايه السؤال اللي في الامتحان كنت تحس ان هو صعب يعني ده ما يجيش؟ كده شوف. كده شوف. كده شوف كان الصراحه كان تقيل قوي. كده شوف. الموضوع منتهي. كده شوف كانت وحشه ما اتحلتش. والمقالي كان سوري المقالي كان صعب. كان وحشين خالص. كان الناتج كان بيطلع كان تقيل. كان وحش. تقيل المقالي. كان عايز وقت ياما وانت محتاج تكتب فيه حاجات ياما بس ما كانش فيه وقت. زي ما الراجل ده قال الصراحه. انا بايده صح فاضي الكلام يعني المقالي وكرشوف حاجه تانية؟ لا الباقي كان المتناول يعني 3 ساعات الوقت مش بيكفي خالص. مش بيكفي لو انت تاخد يعني مثلا عايز ساعه كمان زياده. توقع تجيب كام في الامتحان طيب؟ 15 من 46 كده. 15 من 46 امتحان ايه ده اصلا؟ 15 من 46 46 دي في تاريخي خلصت 18 سنه تعليم ما شفتش امتحان من 46. من 60 طالع من 60 هتجيب 15 من 60 هو ده الامتحان اللي سهل. يعني عامل فيك ايه؟ يعني افهم ازاي امتحان سهل؟ دلوقتي انت بتقول لي هتنزل الشيشتين عشان ايه بقى؟ عشان نروق الفيزياء. وانت كمان هتشيش؟ لا ده اكتر واحد اكتر واحد بيشيش ده اللي معلمنا كله. لا يا اخي بتلعب سله ازاي؟ يا عم انا توك 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 انت بتشرب والله بتشرب علكه. اسمع اقسم بالله انت شكلك ده بيشرب علكه. ايه؟ عندي حصه دلوقتي حصه انجليزي. طالعين من امتحان تاريخ ان شاء الله. احلف بالله اقسم بالله الدنيا جايه عليا. محمد علي زنقني هو وعياله. محمد علي مين؟ واحد جارنا هنا. طب دلوقتي ليه بتقول كده؟ الامتحان كان صعب يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في مين بقى؟ حسبي الله ونعم الوكيل. محمد انا لو قعدت اتكلم مش هيخلص. والله عندك محمد علي وعندك الحمله الفرنسيه وعندك ويلسون وعندك ايه. طب بقول لك ايه؟ انا فيزياء. انا والله والله فيزياء. ده صاحبك صح؟ تاريخ. ازاي بقى بنكمل بقى؟ الله يرضى عليك. طب انت عملت في الامتحان بتاع الفيزياء؟ الحمد لله والله. حليت كام سؤال من 46؟ كان 46 اصلا من المصحف. يا عم عيب. يا عم حليت الحمد لله. الحمد لله. كام سؤال بقى من 46؟ 60.
ايه ايه مش هم 60 درجه يا عم؟ انت بتجيب ايه؟ انت جبت 60 درجه كلهم؟ انت بتجيبهم في شكاره. طب انت ايه يعني اخدت قد ايه في الوقت عشان تغش الامتحان؟ لا دخلت نمت اول نص ساعه بعد فوت بقى غشيت الامتحان. فوت ايه؟ يلا بينا يا جدعان نصطبح بقى نغش الامتحان كله. ما كنتش عارف ولا سؤال يعني، هو الامتحان كله انت مش عارفه ولا عارف ولا سؤال؟ اعرف ايه يا عم والله؟ بتوع فيزياء احنا بتوع الكلام ده يا عم. يا ابني انت في ثالثه ثانوي والله. لا مش تابع الكلام ده يا جدع. انت عيب عليك. اعرف ايه بس يا عم؟ اي حاجه في الفيزياء؟ اي حاجه مين؟ طب الفيزياء يعني انت ايه؟ لا اعرفه عن الفيزياء تقريبا التفاحه اللي وقعت بس اصلا. اه ده لسه انت ما يعني التفاحه تقريبا انت خدتها من زمان. اه من ايام نيوتن بتاعه، من ايام نيوتن الاول والثاني. ايه الحوار؟ والله الدنيا بايظه. انا بقول لك انا مش عارف حاجه في الفيزياء، الناس دي مش بتاعتنا. طب انت دخلت علم ليه طيب؟ والله ابويا اللي ادخل عشان ما تزعلش الحاج. والله العظيم يا جدعان وقد ربك فعلا لا تعبدوا الا اياه. طب انت ايه عملت في الكيمياء بقى؟ طالما انت عملت كده في الفيزياء بتغش كله بسرعه. بغمض عيني واحط على السؤال اختار اللي جاب. استنى قول للناس بقى الطريقه دي. انا عايزك تقول للناس يا جدعان اللي مش عارف يحل يعمل ايه. بص يا جدعان انا مش عارف يحل، يغمض ويحط ايده على الاجابه اختار على طول. وريني ازاي كده. غمض كده كده. ايوه يوب. هي دي هي القفنه. القفنه السؤال. انت وبختك يا العربي. الدنيا خربانه يا ابراهيم اقسم بالله. و20 سنه 21 سنه بنموت. ايه الفكره مثلا انت شفتها مختلفه وجت يعني تركايه؟ لا هو كله الاسئله كلها كانت لفه عموما يعني. كلها كانت لفه بس قلما لما تلاقي سؤال كده جاي مباشر. هو ده اللي فعلا كله قاله، الاسئله كلها جايه مباشره بس جايه في النطاق اللي هو سهل الممتنع اللي هو ايه. اه ماشي عرفتك انت لفيت فين في حجيبه. اه حليتي كله ولا غشيتي كله؟ لا مش غشيت كله بس حليت. بس غشيتي. ماشي عادي ما يعديش من غير غش برضه. عشان عايزين ننجح بجد. يعني. عايزين ننجح بتفوق. هو انت بيقول لك ايه؟ مش ناوي على غش بس والله الامتحانات غصب عني طلعتني. غصب عني هو غش بيجري في دمي تقريبا صح كده؟ ذاكر تنجح غش تجيب مجموع بجد؟ معروف ده مثل ده؟ ده هتعرفيه في الكليه بقى. ما هو في الكليه بقى عشان او عندما يتوقف العقل ابدا بالنقل عادي. ايوه بالظبط. انت على فكره جريت. عندما ايه؟ يقف العقل؟ يتوقف العقل ابدا بالنقل. ابدا بالنقل من مين بقى؟ من اللي جنبك؟ من اللي جنبي بقى اللي قدامي اللي ورايا اي حد. اه اللي هو دي بتاخد دي اي حاجه. طب ما فيش امتحان مثلا عدى من اللي فاتوا مثلا وحسيت ان انت بتهبدي اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم يعني واحد حسيتي بتعملي كده؟ أوه. عملت ايه بقى اللي هو بالحب؟ هبدت كله. ايوه وكتبت له نفس اللي هو جالي في المقالي. قول لي طريقه اللي هو غمض ايدك اول ما تيجي ايدك على الاجابه يبقى هادي. لا ده شعوذه دي. شعوذه. انت بتعملي ايه بقى لما تيجي تهبدي؟ حدي بادي شبه صاحبتي بقى. حدي بادي بتعملي ايه بقى؟ عادي السؤال اللي بحسه الاجابه لايقه على السؤال كده اقوم جايه. لايقه ازاي؟ انا عايز افهم. بحس ان النغمه نفس النغمه. أيوة. كده السؤال بيتحل بالنغمه يا جماعه. ده الجديد بقى. احنا في 2023 السؤال بيتحل بالنغمه. والله هو الهبد عموما يعني اكتر بيطلع صح. انا ما اعرفش ده بقى اللي بيرجع ان والدتك دعيالك. اه انا مش انا داخله امتحان التاريخ النهارده بدعواتهم كلهم، دعوات الشارع بتاعنا ودعوات البيت وكده. مستنيينك دلوقتي. بقول لك يا دكتور مستنيين. اه والله بجد والله. بقول لك يا دكتوره. دكتوره نفسيه عشان عليكم. يلا بالتريقة عليها راح تلاقي دكتوره نفسيه عشان عليكم برضه. هي ادبي عادي بس ممكن تدخل دكتوره نفسيه عادي. حليت كام سؤال؟ والله حليت كويس. والله والله بس مش متاكد يعني. ما سبت كام سؤال؟ سبتهم فاضيين. ما سبتش فاضي. ما سبتش فاضي انت. لا ما سبتش فاضي. هو سلو وقالتنا. ايوه نحل اي حاجه. ايوه انا امي قالت لي اللي ما تعرفوش ينقل في السؤال. انت عملت ايه انت امتحان ايه بقى؟ فيزياء برضو. اه برضو. سبت كام سؤال؟ لا احنا ما سبتش. طب الامتحان حلو ولا وحش مثلا؟ أوه. والله اقول لك حاجه، الامتحان اللي هو اللي حلو مش زي الكيمياء. اه هو الكيمياء صراحه هي اللي كانت ما تتحلش. اه ومش زي المواد التانية برضه. هو كان في النص حلو وسط. اه كان وسط يعني مثلا نقول من ال 46 نص 20 46 سؤال يتحل منهم يتحل 10 بجد والله العظيم كده حلو. 10 يتحل هو كده حلو احلى من الكيمياء يتحل. احلى من الكيمياء ما كانش يتحل خالص. لا الكيمياء ما اتحلتش. الموضوع منتهي. عملت ايه في الكيمياء يا ابني؟ والله الكيمياء زباله. كيمياء زباله تقريبا.